وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد إلى تنفيذ الاستعدادات المرورية الشاملة بكل حرص ودقة لحماية أبنائنا الطلاب والطالبات والانتشار الواسع لدوريات المرور بالطرق كافة الرئيسية والفرعية والتقاطعات لضبط كل من يحاول مخالفة قواعد وقوانين المرور والحد من الاختناقات المرورية. جاء ذلك خلال زيارة الشيخ طلال الخالد إلى غرفة التحكم المركزي وغرفة العمليات في الإدارة العامة للمرور بمنطقة جنوب الصباحية لمتابعة الحركة المرورية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية. إخواني عيالي، بارك الله فيكم وبارك الله في مجهودكم وبارك الله في أدائكم. إنجازاتكم على أرض الواقع مشرفة، والعمل معاكم مفخرة. العمل مع رجال الداخلية سواء في المرور أو جميع أجهزتها عز وفخر. أنتم الله سبحانه وتعالى حملكم مسؤولية ألا وهي الأمانة، وأنتم قد الأمانة. حافظوا على بلدكم بالقانون، وهلا هلا بهالديرتكم هم الأساس. بارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم، والله يحفظكم مع أسركم الكريمة. بيض الله وجوهكم، جواكم الله. سلام عليكم.